في شأن آخر، تقوم الدولة بشق طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات لإحياء وتوسعة مشروع ظل معلقا منذ التسعينيات. والطريقان السريعان هما جزء من دفعة للنهوض بالبنية التحتية في أنحاء الدولة، حيث يتسع كل طريق منهم لنحو 8 حارات مرورية. المشروع سيحقق طفرة جمالية بمنطقة هضبة الأهرامات، وسيحل كثيرا من المشاكل المرورية، ويخفف الضغط، ويوجد حلولا بديلة للوصول إلى المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى ربط المدن الجديدة بالجيزة، وتوفير طرق تخدم المنطقة الأثرية والوفود السياحية المترددة عليها. ما تقوم به الدولة من عمليات التحديث الهائلة التي تشهدها هضبة الجيزة، تعيد مصر إلى مجدها السياحي القديم، وتسلط الأضواء مجددا على منطقة طالما أبهرت الملايين. الحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. دكتور مصطفى، مساء الخير وأهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. الدولة الآن تقوم بشق طريقين في هضبة الأهرام لتطوير هذه المنطقة، أو هما جزء من تطوير هذه المنطقة بشكل كامل. حدثنا لو تفضلت بالتفصيل عن هذين المشروعين المتعلقان بالطريق الذي يصل إلى هضبة الأهرام. دكتور مصطفى. ألو، حضرتك سامعني؟ نعم سمعت. أهلا بحضرتك يا دكتور في هذه الجولة. يعني كنت أقول أن الدولة من ضمن الخطة، من ضمن استراتيجية تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، أنشأت أو هي تنشئ الآن طريقين للوصول إلى هذه المنطقة الأثرية الهامة. حدثنا لو تفضلت بالتفصيل عن هذا المشروع الذي تنفذه الدولة كجزء من الاستراتيجية الكاملة لتطوير هضبة الأهرام. ما فيش طريق بيشق هضبة الأهرام. الطريق خارج هضبة الأهرام. تمام. خارج هضبة الأهرام. عشان نوضح بس النقطة المهمة دي للسادة المشاهدين، الطريق ما بيشقش هضبة الأهرام. الطريق اللي بنتكلم عليه ده تم الانتهاء منه تماما في 2019، خارج المنطقة الأثرية. ده بل بالعكس، دور المجلس الأعلى للآثار والتطوير اللي تشهده هضبة الأهرام هنا، بقى هقول إن قبل سنتين كان جميع الأوتوبيسات السياحية بتتحرك بتدخل المنطقة الأثرية من خلال مدخل الميناء هاوس، وبتدخل لغاية المنطقة الأثرية. احنا بدأنا المشروع تقريبا من 2017 بمدخل جديد، بمركز زوار جديد من ناحية طريق الفيوم، وبإذن الله تعالى ينتهي المشروع ده على 2021، بحيث انه جميع الأوتوبيسات السياحية توصل من طريق الفيوم خارج المنطقة الأثرية تتوقف، ثم يتم الدخول المنطقة الأثرية بس بسيارات صديقة البيئة وأوتوبيسات صديقة البيئة، ما تسمى بالسيارات الكهربائية، للحفاظ على البيئة الأثرية وعوادم السيارات بداخل هذه. طيب، هل معنى كده دكتور مصطفى أن المدخل ميناء هاوس هيتم إلغاؤه؟ هيتم إلغاؤه بعد بدء المشروع مباشرة. هيبقى الدخول زي ما قلت لحضرتك، هيدخل من ناحية طريق الفيوم، وتم مخاطبة جميع شركات السياحة في الاتجاه الجديد. هيبقى في عربيات وتفاضل صديقه البيئه تستقبل الزائرين والسائحين بواي فاي، بخدمات الانترنت، بمايك للمرشد السياحي المصاحب، حاجه تليق بعبق وتاريخ المنطقه الاثريه. ده المشروع الحقيقه اللي هيتفتح ان شاء الله في 2021، لكن ما فيش حاجه اسمها ثاني وباكد عليها داخل المنطقه الاثريه ما فيش مشروع طرق. طبعا لا، وحتى ما تناولته بعض وسائل الاعلام قدر في طريقه ناحيه الاهالي في حته تانية خالص، حتى منظر الشجر اللي باين ده ما فيش في المنطقه الاثريه شجر، الشجر ده في منطقه ممنوعه الملكيه من الاهالي، ودي ارض اهالي، واثناء حتى مرور هذا الطريق كان هناك ما تسمى بمراقبه الحفر من مجلس الاعلى للاثار، لكن زي ما حضرتك عارف والساده المشاهدين الحمد لله ان المجلس الاعلى للاثار بيولي اهتمام غير عادي بمناطقه الاثريه واماكننا الاثريه، ما فيش لا تساس بها على الإطلاق. ودي نقطة مهمة ولافتة يا دكتور مصطفى، ربما تتفق معي أن بعض الجهات المغرضة تحاول استخدام هذه المشروعات في ضرب السياحة، في ضرب صورة مصر لدى الخارج، فبالتأكيد هذه نقطة مهمة، ونعيد ونؤكد أن الدولة ممثلة في وزارة الآثار والمؤسسات المختلفة لا تقوم بشق أي طريق داخل المنطقة الأثرية. هذا الطريق هو خارج المنطقة الأثرية، لكنه يصل إلى أو يوصل القادمين إلى زيارة هذه المنطقة من خلال طريق الفيوم، ومن ثم تستقبلهم السيارات الكهربائية.
الكهربائية صديقة البيئة للدخول إلى هذه المنطقة الأثرية من أجل الحفاظ بشكل كامل على المنطقة الأثرية وعلى هذا المنظر الرائع وعلى هذا الأثر المهم. جدير بالذكر دكتور مصطفى أن الدولة الآن عازمة على تطوير هذه المنطقة بشكل كامل، هذه مناسبة جيدة للحديث عن ملامح هذا المشروع تطوير منطقة الأهرام، منطقة المتحف المصري الجديد أو منطقة الأهرام بشكل كامل، المنطقة السياحية ربما الأشهر في العالم. طبعا زي ما حضرتك والسادة المشاهدين شايفين، اللي هتبقى هدية مصر للعالم أجمع في القرن ال21 هو المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير ده مشروع عملاق، انا بسميه مؤسسه ثقافيه ترفيهيه اثريه حضاريه اثريه على مستوى العالم، واكبر متحف على مستوى العالم، بنتكلم على نص مليون متر مربع مساحه تقريبا، سيضم في جانباته بنتكلم على اكثر من 50 الف قطعه اثريه، ولاول مره مجموعه توت عنخ امون لاول مره كده مجتمعه. بعد تطبيق تشهده جمهورية مصر العربية والعالم كله شايف في التطوير اللي بيحصل في السنوات القليلة الماضية وما زال مستمر وهيستمر إن شاء الله. مطار سفينة، شوف اللي شوف بقى المنظر الجميل، إنه السائح يستطيع الوصول إلى مطار سفينة، يستطيع التجول براحته في يوم كامل في المتحف المصري الكبير، بجانبه منطقة آثار الأهرامات، بجانبه منطقة آثار سقارة، يقدر يقضي يومين ثلاثة أربعة في القاهرة، يقدر يتجول براحته طبعا ويدخل على منطقة مصر القديمة، منطقة الفسطاط، منطقة المتحف المصري في التحرير ومتحف القبطي ومتحف الإسلامي. قدرنا نضيف ليالي سياحية لبرنامج الحركة السياحية للسائحين أو الزائرين. أستغل الفرصة أستاذ همام مع حضرتك على الهواء مباشرة أقول إنه في كشف أثري كمان في منطقة سقارة، عبارة عن مجموعة ثوابيت هائلة بترجع للاسره ال 26 تقريبا، كلها ملونه في حاله رائعه جدا من الحفظ. احنا بعتنا فيديوهات صغيره كده كتيزرز، الحقيقه يعني جننت العالم اجمع. لا، المجلس على الاثار وده بشهاده العالم اجمع، بيشهد حركه اكتشافات غير مسبوقه على مدار الثلاث سنوات الماضيه. زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البدايه ان طبعا اعداء الدوله، اعداء مصر، اعداء المصريين طبعا مش عاجبهم التقدم والعجله السريعه في التنميه اللي بتشهدها جمهوريه مصر العربيه، لكن انا براهن على وعي الشعب المصري، واللي مش هيدي فرصه ثاني لما حدث في 2011 انها تتكرر ابدا ابدا ابدا. كلنا الحمد لله وعينا الدرس كويس جدا. بالتاكيد يا دكتور مصطفى، فتره ازمه كورونا واغلاق الاماكن الاثريه والمتاحف ازمه كورونا اتاحت الفرصه لدى وزاره الاثار والمجلس الاعلى للاثار في تطوير كل هذه المناطق الاثريه. الجهود التي بذلها المجلس في هذه الفتره لتطوير المتاحف، لتطوير المناطق الاثريه استغلالا لفرصه اغلاق المناطق الاثريه اثناء كورونا. لما اغلقنا المناطق الاثريه احنا ما اغلقناها من الزياره، لكن احنا لم نتوقف. سواء كان في المناطق الاثريه المفتوحه ابتدينا اعمال الترميم، سواء الترميم المعماري، سواء الترميم الدقيق، سواء اعاده تنظيف بعض القطع الاثريه المتناشره على مستوى المنطقه الاثريه، استغلينا الفرصه برضه في المتاحف وعملنا نوع من انواع اعاده سيناريو العرض المتحفي عشان نعمل ما هو جديد. كذلك لم نتوقف، مستمرين في اعمال الانشاءات لخمس متاحف جديده سيتم الانتهاء منها خلال بضع اسابيع قليله قادمه. على غير على مثلا شرم الشيخ، شرم الشيخ تم الانتهاء من بنائه تماما، وحاليا لجنه سيناريو بتقوم بعمليه الدسبلاي او عمليه العرض المتحفي، هتعرض فيه لاول مره مجموعه مكتشفه من خسائر البعثه المصريه اللي تم اكتشافها في منطقه سقاره، تعرض لاول مره منها خبيثه الحيوانات والطيور المحنطه، حاجه هتبهر العالم اجمع. متحف شرم الشيخ خلاص كده تمام، متحف كفر الشيخ احنا برضو حاليا بنعمل عمليه ثاني سيناريو العرض المتحفي وتوزيع القطع الاثريه، متحف العاصمه الاداريه، في متحف الحضاره البسطامية في الفسطاط، وحاليا برضو عمليه العرض المتحفي مستمره وشغاله على قدم وساق، متحف المطار اللي تم الانتهاء منه تماما. كل هذه المتاحف شغاله على وتيره مستمره، ومش كده ولن نتوقف، هناك متاحف جديده ستفتتح ان شاء الله مجرد الانتهاء من انشائها، متحف العالمين، وفي متحف باذن الله تعالى سيتم انشاؤه في مرسى علم. هذه هي بعض
من مشاريع المجلس الاعلى للاثار او وزاره السياحه والاثار اللي هي على مستوى منتشر على مستوى الجمهوريه. المهم في متحف شرم الشيخ دكتور مصطفى ان اصبحت شرم الشيخ بعد افتتاح هذا المتحف او ستصبح تجمع بين سياحتين، السياحه الترفيهيه والسياحة الثقافية، وبالتالي يمكن للسائح الذي يقصد شرم الشيخ لسياحة ترفيهية أن يتعرف أيضا على السياحة الثقافية، على ثقافة مصر الفرعونية والحضارات الأخرى من خلال هذا المتحف. ملحوظة قوية جدا من حضرتك. إحنا تداركنا هذا الموضوع من بدري، وعشان كده فتحنا متحف يسمى متحف الغردقة. عرفنا هناك سائح ترفيهي بيقوم برحلة اليوم الواحد من الغردقة إلى زيارة المعالم الأثرية في محافظة الأقصر وبيرجع تاني رحلة باتوس لابيرو دي. فتحنا متحف في مدينة الغردقة وافتتح في 29 فبراير 2020، ولكن بسبب جائحة كورونا طبعا سرعان ما أغلق في منتصف مارس، ثم أعيد افتتاحه تاني مرة أخرى. ودي حاجة زي كبسولة جميلة جدا للسائح عشان نقول ده جزء من كل ما هو عندنا، وده بالعكس ده شجعت الحركة السياحية أكثر إنها تتحرك ويتجول اكثر داخل المحافظات او المناطق الاثريه سواء كانت في الاقصر او القاهره. ده اوريدي بالفعل اتعمل في مدينه الغردقه، وهي مدينه سياحيه شاطئيه. نفس الموضوع بيتكرر هنا دلوقتي معانا في شرم الشيخ، ومش كده وبس، احنا اول مره تحت شعار توت عنخ امون في البحر الاحمر. تم ارسال عدد قطع 10 قطع من مجموعه توت عنخ امون في متحف الغردقه، ودي نقطة استحسان غير عادي لدى كل السائحين او الزائرين مختلف الجنسيات في مدينة الغردقة. كذلك تم ارسال 10 قطع اخرى من مجموعة توت عنخ امون لشرم الشيخ، هتعرض سواء في الغردقة او شرم الشيخ مؤقتا لحين افتتاح المتحف المصري الكبير. والعالم كله دلوقتي بيتكلم، وخاصة السياحة الشاطئية، روحوا الغردقة، روحوا شرم الشيخ، هتشوفوا مجموعة توت عنخ امون ولاول مرة في البحر الاحمر. دكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات. حدثنا حول جهود المجلس ووزارة الآثار في تطوير المناطق السياحية وإبراز صورة مصر بالنسبة للعالم وبالنسبة لجميع السائحين الوافدين. شكرا جزيلا.